هذا المركز هون بيوزع فيه شيكات للناس مساعدة في أجار المنزل، بيوزعوا هون كمان بيعطوا حليب للأطفال وحفاضات وبامبرز وأشياء كثير. شوفوا هي عم نصور هون كلياته لورجيكم كيف بيهتموا بالمواطنين. هذا المركز المحافظة شاماته، لأنه في انهيار بالاقتصاد وما بعرف ايش، واقتصاد الأرجنتين ضعيف. هذا كله كلام فاضي، كله كلام فاضي. شوف الناس هون، وبالعادة بيكون هذا المكان مليء جدا، بس هم يعني ما عندهم ازدحام، بيعملوا بيعطوا الناس بسرعة. مكان مكيف كله. هاي لمحة بسيطة بس عن المساعدات اللي بيقدموها للمواطنين وغير المواطنين حتى لو كان أجنبي.